بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم أيها المشاهدين الأعزاء الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا سعيد جدا اليوم أن ألتقي فيكم بعد إجازة كان في برنامج من صلالة، البرنامج الذي اختلف وتنوعت مواضيعه تقريبا في حدود 8000 كان زائر وأكثر في خريف صلالة. وأيضا نبتدي في أول حلقات هذه قهوة الصباح، أيضا أتمنى كل التوفيق لطلاب المدارس في مختلف مراحله التعليمية. لدينا اليوم في هذه الحلقة إدارة المنظمات المدنية. ما شاء الله أني عندي في أستاذ مدرب شخص معروف في إلقاء هذه المشاريع وتطوير الجمعيات المدنية، أيضا من خلال سواء جمعية ذوي الإعاقة أو الجمعية الخيرية الأخرى. سوف نتحدث عن التفاصيل الآن. معي الأستاذ أنس إشتاوي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أستاذ سلطان، أهلا وسهلا. يعني أنا شاكر مقدمتك الجميلة وشاكر مقدمتك الجميلة وشاكر الاستضافة الرائعة، وأنا بشكر الحكومة لسلطنة عمان والشعب في الاستضافة الجميلة وكل من ساهم في هذا اللقاء الجيد، شكرا لك. أشكرك أيضا. طبعا أستاذ أيضا أشرف عودة، مترجم لغة الإشارة. السلام عليكم أستاذ أشرف. في هذا البرنامج سعيدنا بالتقائهم بالأستاذ أنس، عنده ماجستير حاصل في إدارة الأزمات وأيضا خبير في مجال العمل المدني وأيضا مدرب في مجال بناء القدرات. لدي سؤال الأول أستاذي، في الدورات اللي قدمتها في هذه المنظمات مع التواصل لأشخاص ذوي الإعاقة، ما تم تقديمه في موضوع الإدارة والذي يتوجه إلى الأشخاص ذوي الإعاقة هو مرتبط بالإدارة من جهة وإدارة منظمات غير ربحية والعمل المدني، بالإضافة لتضمين قضايا الإعاقة، فهو قضيتين متقاطعتين مع بعض. وأهمية هذا التقاطع يكمن في أنه إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل المدني وفي كل جوانب الحياة شيء لابد منه، لأنهم جزء من هذا المجتمع وجزء من هذا الكيان. فكان الهدف بالدرجة الأساس أن نبني قدرات المنظمات التي تم استهدافها في هذا التدريب من نواحي إدارية، والجانب الآخر أن يشارك الأشخاص ذوي الإعاقة مشاركة فاعلة في هذه العملية. فهذا ملخص بسيط عن التدريب اللي تم عقده في الأيام الماضية. نعم، إجابة ما شاء الله واضحة. أيضا هذا المدرب أستاذ أنس ما شاء الله أنه خبير أيضا في حقوق القضايا الأشخاص ذوي الإعاقة. هذه الدورة اللي قدمتها ما هي المواضيع التي تضمنتها أو نوع التدريبات؟ شملت هذه الدورة في الأيام التدريبية على مجموعة عناصر. كان العنصر الأول، ماذا نعني بالإدارة وكيف يمكن تطبيق الإدارة في هذا العالم المتغير والمتطور، وفي نفس الوقت كيف تكون الإدارة فاعلة، ما هي عناصر الإدارة التي يمكن أن تحسن من جودة العمل والإنتاج، خاصة أننا نتكلم عن إدارة العمل المدني، والعمل المدني نحن لا نتكلم عن أرباح وخسائر، نحن نتكلم على تضمين قضايا للأشخاص المهمشين. فإحنا في حالتنا هذا نتكلم عن الأشخاص ذوي الإعاقة كيف يكونوا جزءا من هذا العمل، فهذا الجزء الثاني. فالتضمين كان أيضا جزء من عنصر، بالإضافة الأدوات اللي تم استخدامها في هذا التدريب كانت أدوات تفاعلية قامت على أساس عدم التلقين للمتدربين والمتدربات، وقامت على أساس تفاعل المتدربين والمتدربات في هذا التدريب. فالمعلومة كانت تذهب باتجاهين، باتجاه مني كمدرب
كمعلومة، وفي نفس الوقت التغذية الراجعة اللي كانت تأتي من المتدربين والمتدربات التي كانت تخدم العملية التعليمية والتدريبية. فنعتقد أن هذا الأسلوب كان هو الجيد، بس في نفس الوقت نتذكر دائما أن الإدارة هي جزء لا يستقل ولا يبتعد عن قواعد النجاح في الحياة، سواء على المستوى الشخصي أو على مستوى المؤسسات البسيطة أو حتى على مؤسسات الدول على مستوى الدول. فالعناصر اللي تكلمنا فيها هي مرتبطة بكل هذه الجوانب. نعم، هذه يعني من ضمن الأهداف أو المواضيع المهمة لابد من تطوير الجمعيات. سؤالي الآخر، الأشخاص ذوي الإعاقة كيف أنهم، ما هي الناخذ بعين الاعتبار عندما يعملوا على مشاريع مستدامة؟ المشاريع المستدامة مصطلح كبير يفترض أن نأخذه بعين الاعتبار، ونقصد بالمشاريع المستدامة هي المشاريع التي يستمر أثرها حتى بعد إتمام المشروع، وهذا هو العالم الجديد المفترض أنه أن لا تبقى المشكلة ونبقى نحن نشتغل عليها دائما. المفروض إذا تم تنفيذ مشروع له نقطة بداية ونقطة نهاية أن يتم حل المشكلة ونتائج حلها تستمر وتدوم وبالتالي تلغى المشكلة. كيف يكون الأشخاص جزء من هذا الموضوع؟ يكون أولا من أنهم يدمجوا بشكل فاعل، الدمج بشكل فاعل يستوجب وجود إرادة سياسية، وهذه الحمد لله متوفرة في سلطنة عمان، إرادة الدولة بتضمين قضايا الإعاقة في الشأن العام أو في 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 السياسات والتشريعات والاستراتيجيات الوطنية، هذا من جهة. من جهة أخرى تمكن الأشخاص من الوصول، إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة، ونعني فيها إما الوصول المادي أو الوصول المعلوماتي، بمعنى أن تتاح الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تهيئة البنية التحتية للوصول إلى مختلف الخدمات والمنتجات الموجودة في الدولة. الأمر الآخر قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على القيام بهذه المهام، وهذا يتوجب يعني أنه أن يتم بناء قدراتهم في أطر مختلفة، أطر تخصصية حسب الاختصاص، وأطر متعلقة بقضايا الإدارة وقضايا كيفية الإعداد للمشاريع وكيفية التخطيط إليها وكيفية عمل متابعة وتقييم لهذه المشاريع المختلفة وقياس الأثر. كل هذا مجموعا مع بعض يوصلنا بالنهاية للنتيجة أن يتمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من أن يكونوا جزءا من هذا المجتمع ويكونوا قادرين على إدارة مشاريع مستدامة وأثرها مستدام لحل أي مشكلة قائمة. نعم، إجابة واضحة. في تعظيم بناء القدرات للأشخاص ذوي الإعاقة وأيضا المجتمع، هل هناك تحديات؟ يعني كيف ندمج هذه الفئتين مع بعض؟ بس أعيد السؤال حتى أكون متأكد من السؤال، هل تقصد كيف يمكن تضمين قضايا الإعاقة في الشأن العام؟ كيف يمكن تضمين قضايا الإعاقة على مستوى الدولة؟ هل هذا المقصود بالسؤال؟ نعم، هذا من الهدف من هذا السؤال. يعني أنا بحاول أخذ جزء من السؤال السابق والإجابة السابقة فيما يتعلق بأنه الإرادة السياسية للدولة، هذا واحدة من، والإرادة السياسية نقصد فيها أن تقوم الدولة بتبني قضايا الإعاقة، هذا يساعد. رقم اثنين أن تهيئ البيئة والبنية التحتية للأشخاص ذوي الإعاقة، وكل شخص حسب حاجته، بمعنى أن الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية أن يتم لهم توفير المعينات السمعية وأشكال التهيئة المختلفة من قارئ شاشة أو طريقة بريل لقراءة مختلف الأشياء. الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية أن يتم لهم توفير لهم ترجمة الإشارة. الأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية أن يتم توفير التهيئة المادية المتعلقة بالمنحدرات والمداخل وأماكن المختلفة والأماكن العامة والأماكن الخاصة. كل هذه الأسباب بالإضافة أن يتم تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم. فهذا كله في مجملا عم بيوصلنا بالنهاية أن يتم تضمين الإعاقة في مختلف الجوانب، وهي يعني بتم ممكن نحكي بما يعرف ب نموذج تعدد المسارات، ونموذج تعدد المسارات هو قائم على استخدام أكثر من مسار في مجال التنمية. التنمية لا تتم بمسار واحد، لا تتم بالتوعية لوحدها، ولا تتم ببناء القدرات لوحدها، إنما تتم بقوانين تضمن الحقوق، تتم بتوعية أيضاً
ملاصقة للقوانين تتم ببناء قدرات. ففي هذه المسارات جميعها إذا تم تطبيقها بطريقة استراتيجية وعملية نحن نوصل بالنهاية إلى تحقيق الهدف. بدون أحد هذه المسارات سيبقى هناك ضعف لدينا في الوصول إلى الهدف الذي نريد. نعم طبعا هذه تمكين هذه الأشخاص ذوي الإعاقة وبناء قدراتهم مهمة. كيف ترى أنه هل ممكن أن الأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع مع الناطقين والسامعين أنهم يندمجوا في عمل واحد؟ بالتأكيد هذا الهدف، يعني ليس من المفترض أن يعمل الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئات مستقلة، وليس المفترض أن يكون الأشخاص ذوي الإعاقة في عالم مستقل. المفروض أن الأشخاص ذوي الإعاقة هم جزء من هذا التنوع البشري، والجزء من التنوع البشري معناته هو جزء من كل، فلا يتم عمل الكل بدون وجود هذا الجزء. فالأشخاص ذوي الإعاقة هم جزء، والمفروض أن يكون جزء فاعل لأنه عندهم قضاياهم وعندهم أولوياتهم، وبنفس الوقت هم جزء من هذا الكيان الذي له نفس الأولويات ونفس الكيان. فإذا بنحكي عن تمكين اقتصادي، تمكين سياسي، تمكين اجتماعي، تمكين علمي، فإحنا بنحكي أيضا الأشخاص ذوي الإعاقة لهم نفس الحقوق بنفس الدرجة. ما قد يختلف ما بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم هو أداة الحصول على هذا التمكين. إذا كنت أنا من الأشخاص من غير ذوي الإعاقة وبحاجة إلى قلم وورقة لأكتب، فالأشخاص ذوي الإعاقة أو الشخص من ذوي الإعاقة إذا كان كفيف هو بحاجة إلى برنامج ناطق، إذا كان أصم هو محا بحاجة إلى مترجم. فأداة الحصول على هذا التمكين هو المختلف، لكن هم أكيد يستطيعون ويقدرون إذا توفرت الأسباب اللي حكيناها لا سابقا في نقاشنا اللي بدأنا فيه. أكيد بشكل أكيد إنه لابد من إدماجهم. هنا في الدول العربية أو في سلطنة عمان الاتفاقات التي وقعت عليها في هذه الاتفاقات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إنه لابد إنه تطبيقها في أرض الواقع، كيف إنه يكون تطبيقها؟ هل من جانب الجمعيات يعني أو من جانب الحكومة؟ تمام، أشكرك على هذا السؤال المهم سلطان. هو يتم تطبيقها بجهود مشتركة، هذا أولا، جهود مشتركة أولا من الدولة، جهود مشتركة من المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص، جهود مشتركة من الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم، جهود مشتركة من المجتمع المحلي أيضا. هذا على مستوى الجهود المشتركة، لكن على مستوى التطبيق العملي فإحنا بنحكي عن ما قمنا بالتدريب عليه اللي هو الإدارة التي تهدف إلى الوصول لنتائج. بده يكون عندنا إدارة قائمة على النتائج فيها هدف محدد وقابل للقياس ومحقق وقابل للتحقيق ومربوط بعامل زمني، يعني بمعنى أن يتم هذا العمل ضمن مبادئ ووفقا لتبني مبادئ الإدارة المعتمد فيها. حتى على التطبيق العملي، إحنا أثناء التطبيق العملي قد نكتشف أن هناك خطأ فيما قد خططناه سابقا، وهذا يتطلب منا المتابعة والتقييم الدائم والشامل، وهذا بيرجعنا ممكن لواحدة من الخطوات إعادة التخطيط من أول وجديد. بمعنى آخر ما نريد أن نقوله إنه إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة هو عملية يفترض أن تكون مخطط لها، يتم استخدام فيها عدد من الأدوات المختلفة، ولكن يجب أن تقوم على أرضية قانونية، ويجب أن تقوم على أرضية اتفاقية حقوق الإنسان. وما تفضلت فيه فيما يتعلق باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، سلطنة عمان من الدول التي صادقت وتبنت هذه الاتفاقية، وهي بهذا أصبحت جزء من التشريع الوطني، لأنه بمجرد ما أن تقوم الدولة بالتوقيع والمصادقة والنشر في الجريدة الرسمية لأي اتفاقية في مجال حقوق الإنسان هي تصبح جزءا من التشريع الوطني. معنى أن تصبح جزءا من التشريع الوطني يستطيع الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الناشطين والناشطات الاعتماد عليها في الحصول على حقوقهم المختلفة. ونحن نقول هون حقوق، والحق قوي جدا في الحصول عليه، أفضل من الخدمة. فالشخص ذو الإعاقة يستطيع الحصول على الحق في التعليم، يستطيع الحصول على الحق في العمل، يستطيع الحصول على الحق في أي جانب آخر من جوانب الحياة. نعم لا بد من تطبق هذه الاتفاقية على أرض الواقع في إعطاء حق لكل شخص في المستقبل أنه يكون نهيئ للمكان والبيئة للاندماج مع بعض. ممكن أنه ذوي الإعاقة أنهم يعتمدوا على نفسهم في إدارة مشاريع أو فقط أنهم تلقي الثقافة والجلوس في أماكنهم، هل ممكن أنه يتم تطويرهم؟ بالتأكيد
وإذا رجعنا للاتفاقية، الاتفاقية فيه مواد خاصة متعلقة بما يعرف بالاستقلالية، لكن لا تتم الاستقلالية بدون توفير التهيئة البيئية، والتهيئة البيئية ليست مجرد منحدر يقوم شخص مستخدم الكرسي المتحرك باستخدامه، إنما هو مفهوم شمولي تشمل كل جوانب الحياة. نعم قادرين، شرط أن تتوفر لهم أسباب ذلك. فإذا قلنا إنه نحن نتحدث عن إعاقة سمعية، فإحنا بدنا معناته ترجمة إشارة أن تكون متوفرة. نحن بحاجة إلى مناهج تراعي الوصول إلى التعليم للأشخاص ذوي الإعاقة. نحن نتوقع مجتمعا قابلا للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. نحن نتوقع بيئات عمل قابلة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. فهي زي ما تفضلنا سابقا وناقشنا إنه هو بناء عبارة عن جسم كبير في مجموعة عناصر، هذه العناصر تكمل بعضها حتى نوصل بالنهاية إلى الاستقلالية اللي حضرتك سألت عنها. نعم، نصل الآن إلى نهاية هذه البرنامج، إلى هذه الفقرة. أعطيتنا معلومات وإجابات كافية وواضحة، توجه كلمة بسيطة. الكلمة البسيطة هي الأمل، يعني في أي شيء في الحياة، يعني الأمل في إنه أن نكون أنا والأشخاص ذوي الإعاقة والنساء والأطفال، كل أطياف هذا المجتمع، أن نكون جزء واحد، والجزء الواحد يفترض أن يكمل بعض البعض. فأنا رح أبني على جميع الأسئلة اللي تفضلت فيها، الأشخاص قادرين على العمل، الأشخاص ذوي الإعاقة قادرين على العمل والاندماج في المجتمع باستقلالية، وقادرين على تكوين أسر، وقادرين على الوصول إلى كافة المناصب، وقادرين على الوصول إلى كافة الفرص، لكن بحاجة أيضا إلى الدعم المجتمعي، بحاجة أيضا إلى توفير كافة السبل لذلك. الرسالة اللي ممكن أحكيها هي خطاب للمجتمعات وخطاب للحكومات وخطاب للأشخاص في أماكن وجودهم، إنه إعطاء الفرصة الحقيقية للأشخاص ذوي الإعاقة للوصول إلى كافة الحقوق المختلفة. فهي رسالة نتوقع أنه إن شاء الله في سلطنة عمان وفي الدول العربية وفي باقي الدول أن تؤخذ بعين الاعتبار، وهناك أمل أنه نعم بدأت الجهود في أخذ مختلف أسباب وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى كافة السبل الموجودة. طبعا رسالة واضحة للأشخاص ذوي الإعاقة، أتمنى أنهم أن تصل هذه الرسالة للأشخاص ذوي الإعاقة، وأنهم يعتمدوا في المستقبل بتهيئة لهم للبيئة والطبيعة لهم، وأن يبادروا بهذه الأعمال وأن يحققوا الإنجازات والنجاحات في المستقبل. ما شاء الله الأستاذ أنس أيضا حاصل على الدكتوراه الفخرية في إدارة المنظمات والعاملة في مجال الإغاثة الإنسانية. الله يحفظكم، وإن شاء الله يكون تعاون بيننا في المستقبل. وايضا اشكر الاستاذ اشرف المترجم على لغه الاشاره في ايضا في الدوره اللي قدمها الاستاذ انس، وايضا في الان في قهوه الصباح. اشكركم جزيلا استاذ انس، اشكرك على اشكرك استاذ سلطان، اشكر كل الفريق العامل هون في هذا الاستوديو وفي تلفزيون عمان، واشكر بصراحه الشعب العماني على رقي اخلاقه، واشكر كل من استضفته والتقيته في عمان، الدوله الجميله بالشعب الجميل. وايضا اشكر المترجم الاستاذ اشرف على ترجمه هذه الفقره. نصل الان الى نهايه هذه الفقره، وان شاء الله نلتقيكم في اسبوع القادم في موضوع ثاني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.